المحامين، وكان الفقيه الدستوري محامي السيد رجاء عطيه بيتكلم طبعا عن تأبين الشهيد هشام بركات النائب العام اللي تم اغتياله اول امس، وكذلك يعني الخازندار والنقراشي كرموز في القضاء، وتحدث كذلك عن ما يسمى به او ما طلب به رئيس السيسي من نقاط خاصه بالعداله النافذه وتسريع اجراءات التقاضي وتغييرات ثوريه في القوانين الجنائيه. عموما ده مثال، يعني احنا شفنا مثال نقابه المحامين، البلد بتشتغل، البلد لسه شغاله برغم انها بتواجه الارهاب. وامبارح اعلنا من خلال تغطيه النهار اليوم ان احنا تحولنا الى مرحله هامه جدا مع خبرائنا العسكريين اللي تحدث وقال انه احنا الان في مرحله القضاء على الارهاب في الذكرى الثانيه للثلاثين من يونيو. البلد بتشتغل بمعنى انه بدا امتحانات الدور الثاني للثانويه العامه، بدات الامتحانات النهارده يعني في اجتماع مهم جدا لوزاره الري خاص بسد النهضه، كذلك يعني المجلس الاعلى للقضاء بيبحث اليوم اختيار او دراسه اسماء جديده لاختيار النائب العام، وهناك كثير من الاسماء. لكن نعود الى الحدث، ان معناه ان البلد طبعا البلد شغاله وتستمر، وفي اجتماع طبعا مجلس الوزراء، الاجتماع النهارده اللي بدا بدقيقه حداد على ما يتم في سيناء وعلى المستشار هشام بركات. سياده اللواء حسن الزيات الخبير العسكري تحياتي يا فندم، ويعني هل يعني اود حتى اعيد الامر الى نصابه ان نقارن بين هذه العمليه التي تمت هذا الصباح والتي لا تزال مستمره، وبين العمليات السابقه من الناحيه العسكريه، ما يعني السيارة المفخخة التي كانت في نوفمبر الماضي العام الماضي التي تمت على إحدى أماكن الاستراحة كرم القواديس اللي كان في شهر يناير الماضي، كم بالمقارنة لعملية اليوم؟ مقارنة الوقت العمليات اللي بتحدث النهاردة بالذات عمليات أوسع نطاقا وبتستخدم فيها قوات أكبر وبتستخدم فيها تقنيات أحدث، وبالتالي كلها دي يعني أعتقد إن فيها أيدي كثيرة من الخارج، ما هيش تقنيات طبعا الكلام حسب المتحدث العسكري كان حوالي 70 من العناصر التكفيرية، لكن في بعض المواقع تتحدث إن هم ما كانوش 70، ده كانوا 120. يعني لو قسمنا ال 120 على خمس يعني سيارات او الخمس اكمنه، ما يقارب من حوالي 25 واحد على الكمين الواحد، 25 عنصر تكفيري بيذهب الى كمين يعني داخليه ولا عسكريه. يعني حوالي من 20 ل 30 واحد على كل كمين، توصف كده؟ ده برضو عدد يعني مش كبير. انما انهم يهدموا خمس اكمنه في وقت واحد هو ده اللي كتير. بيهاجم على نطاق واسع. مع في نفس الوقت الهجوم اللي كان على الشهيد بركات امبارح اول امبارح، هتلاقي ان في وقت هجوم على نطاق واسع عالميا. لو ضفنا على الكلام ده الاحداث اللي كانت من اقل من اسبوع في فرنسا وفي تونس، صحيح، دي كلها احداث تخلي المنظر العام ان في هجوم عام من الارهاب على الدول، يعني مش العكس. لا دلوقتي الارهابيين هم اللي بيهاجموا. وبالتالي اعتقد ان لازم نوفر لنفسنا الحمايه الكافيه بان الجيش. طيب على سيره الحمايه الكافيه سياده اللواء، يعني انا عايز نضع المشاهد في اطار هذه الصور اللي بنعرضها، صور يعني لقطات قديمه للمواجهات العنيفه اللي بتتم الطبيعه الجغرافيه لهذه المنطقه. هل طبعا الكل او اغلب المصريين راحوا سيناء وشافوا انها معظمها ارض مستويه بيتخللها بعض الجبال وبعض المناطق العسكريه وبعض التجمعات لاهالينا البدو، وشغل كتير بيتم دلوقتي في تنميه سيناء بعد طبعا مع تم رفعت ميزانيه التنميه لسيناء لحوالي 10 مليار جنيه واللي بيتم استخدامها دلوقتي على مراحل. الطبيعه الجغرافيه لهذه المناطق من الناحيه العسكريه
الطبيعة الجغرافية أساسا منطقة رفع، منطقة أرض مستوية زي ما أنت قلت، تحط بيها جبال من الناحية الجنوبية، الجبال من الناحية الجنوبية كلها أعتقد إنها يعني الإرهابيين استغلوا الكهوف اللي فيها واستغلوا الموارد اللي فيها لصالحهم، لكن ده ما يعنيش إن إحنا نستسلم ونسيبها لهم، لأ، صحيح. الجيش ما زال بيضرب ضربات سباقية ناجحة لهذه المناطق. وأنا أعتقد إن خطة الجيش المصري في مكافحة الإرهاب الوقت في شمال سيناء خطة ناجحة وما تحتاجش التعديل، هي كده كويسة. ده ممتاز جدا يا سيادة اللواء. تحتاج التعديل شوية. نعم؟ ده ممتاز يا فندم. محتاج التعديل شوية. خطة مكافحة الإرهاب في الضفة الغربية القناة هنا داخل المحافظات داخل البلد. لأن من نقول بقى حقوق الإنسان حقوق الحيوان ما ينفعش، والله ما بيحافظوش على حقوقنا. طيب لا نحافظ على حقوقنا. أنا بشكرك جزيلا سيادة اللواء حسن الزيات الخبير العسكري. كلام كتير، كلام كثير جدا. نحن يعني منذ الساعات الأولى مع بداية هذا الحدث كنا متواجدين معاكم، بنذيع كل شوية البيانات الخاصة بيصدرها المتحدث العسكري العميد محمد سمير، وكذلك بنذيع ردود الأفعال الدولية والعالمية. ما حدث اليوم حسب الكثير من الخبراء اللي تحدثنا معاهم، طبعا حمد بخيت، حسام سويلم، احمد ابو مسلم، حسن الزيات، طبعا احمد رجاء عطيه، هنطلع بدايه نبدا بتتابع وتسلسل الاحداث. البيان اللي ذكره المتحدث العسكري انه في اطار قيام عمليه قواتنا المسلحه النهارده قام عناصر الارهابيه طبعا بحوالي ما يقدر ب70 عنصر، ده الموقع الرسمي والبيان الرسمي انه 70 عنصر في مواقع هتقروها. وطبعا النقطه مهمه جدا في عمليه عدم تداول وعدم تصديق الاشاعات، في كلام انه مثلا 120 شخص او 200 ايا كان، لكن العدد اللي هو حوالي 70 الان ماذا لدينا هو 70 واحد، 70 واحد لو قسمناهم على 5 بين 15 لكل واحد 15 واحد على كمين، بمواجهه حوالي عدد اكمنه، خمس اكمنه، قامت قوات المسلحه في شمال سيناء بالتزامن طبعا بالتعاون الفوري مع العناصر الارهابيه بكل وسائل نيران، واسفر عن مقتل 22 من عنصر ارهابي وتدمير ثلاث عربات ليهم لاند كروزر محمله بالمدافع عيار 14 ونص وهي يعني مضاده للطائرات، واصابه 10 ابطال من رجال القوات المسلحه البواسل. طبعا تواصل قواتنا المسلحه مطارده العناصر وتمشيط المناطق المحيطه بالكمائن اللي تم هجمتها، القضاء على ما تبقى منهم، ولا تزال الاشتباكات مستمره حتى الان. نتمنى بالطبع الفوز والنصر الدائم إلى قواتنا المسلحة، وكما نقول دائما أن مصر سوف تنتصر وستهزم الإرهاب كما هزمته في السابق. بالطبع ما نستشهد نقول إن لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله الرحمن العلي الكريم الرحيم في هذا الشهر الكريم المغفرة والرحمة والصبر والسلوان لذويهم وأهلهم وللشعب المصري ولقواتنا المسلحة ولكل مصري ووطني محب لهذا الوطن، غالي عليه تراب هذا الوطن، غالي عليه كلمة مواطن مصري، مصري أيا كان ديانته أو أيا كان عقيدته أيا كان توجهاته السياسية. معنا بعض المعلومات والإدانات الدولية، طبعا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كان استبق بعد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب بالإدانة، أيضا مفتي الجمهورية أدان هذه العملية ووصف يعني المجرمين السفة اللي بيقوموا بهذه العمليات. طيب معنا